يسعد مساكم يا حبايبي. النهارده عاوزه اكلمكم عن كلين اند كلير. طبعا ده براند معروف، يعتبر من البراندات الرخيصه السعر يعني، ولكن الافكت بتاعته حلوه جدا. هو طبعا ديب اكشن كريم ووش، هو من الكريم الغسول اللي بيعمل تنظيف عميق للبشره وبيمنع الزيوت والاتساخات، عشان طبعا البثور السوداء واي حبوب. فطبيعي طبعا ان هو لما بينظف البشره تنظيف عميق وبينظف المسامات، طبيعي طبعا ان ما بيحصلش فيه حبوب، وهو اساسا كمان اويل فري. فطبيعي طبعا ده للاويلي سكين، للبشره الدهنيه. ده يا بنات تترطب البشرة وبعدين تتعمل يتغسل بيه البشرة، وممكن عقبال مثلا ما تغسلوا أسنانكم ولا حاجة، خلاص على كده تشطفوه، وفي منتهى الجمال ورخيص وحلو جدا يعني. شكرا حبايبي.